نبدأ مع حازم البنا المتواجد في قطاع غزة. حازم، كيف يبدو المشهد الميداني، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة؟ وصف لنا أثر تقسيم القطاع إلى الشطرين حتى هذه اللحظة. نعم، تحية لك زميلي. يعني في الحقيقة أنه ما جرى ليلة أمس في مدينة غزة، خاصة بعد قطع خطوط الاتصالات والإنترنت، كان يثير مخاوف كبيرة وقلق لدى الجميع السكان في قطاع غزة من طبيعة هذه الضربات الإسرائيلية التي لم تتوقف بعد أن قطعت خطوط الاتصالات والإنترنت. واضح بأنه الجيش الإسرائيلي شن ضربات جوية وقصف مدفعي عنيف، سواء من الدبابات أو حتى من الزوارق الحربية، كما يعني رصدنا منذ ساعات مساء الأمس. وقام بالفعل بفصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة، والجيش المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد بأنه على مدار يومين متتاليين قد أعطى إنذارات لسكان مناطق الشمال، وقد أوقف إطلاق النار لعدة ساعات لكي يخرج السكان من مدينة الشمال إلى مدينة غزة. الآن مدينة غزة تقسم إلى أكثر من قسم، قد فصل الجيش الإسرائيلي منطقة شمال قطاع غزة عن المدينة، ومن ثم المدينة عن مناطق الوسط ومناطق الجنوب. وبالتالي تأثير ذلك له علاقة بالتأكيد ضرر بالغ على قدرة الجهود الإغاثة التنقل بين هذه المناطق لانتشال المصابين أو الضحايا، في موازاة أيضا عدم قدرة المواطنين على التحرك. الآن من بقي من السكان في مناطق شمال قطاع غزة لا يستطيع أن يصل إلى مناطق المدينة، إلى قلب المدينة، وهذا يعيق في حقيقة الأمر العديد من العمليات الإغاثية التي تواجه تحديا كبيرا كما يقول المسؤولون في عدد من المنظمات الدولية في غزة. في منطقة شمال قطاع غزة تعرضت للعديد من الضربات، كان آخرها استهدف مدرسة تؤوي النازحين في منطقة بيت لاهية شمال قطاع غزة، وهذه المنطقة التي هي عمليا تحت مرمى الدبابات الإسرائيلية التي تتوغل في الشمال الغربي. وفي الشمال الشرقي أيضا عدد من الاستهدافات جراء عنف هذه الضربات التي كنا نشاهدها في ساعات مساء الأمس وفجر اليوم في مناطق مدينة غزة. وبحسب ما أفاد شهود عيان، أحزمة نارية كثيفة لم تتوقف في المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، حيث دارت معارك كبيرة كما تقول البلاغات العسكرية لكتائب القسام وأيضا سرايا القدس وعدد من الفصائل المسلحة الذين خاضوا كما يقولون اشتباكات مع قوات الجيش الإسرائيلي في هذه المحاور، إضافة إلى ما جرى في منطقة جنوب قطاع غزة. كنا نسمع طوال الليل الضربات الإسرائيلية والطائرات تحلق في مناطق شرقي مدينة خان يونس، وعلى ما يبدو أنه كانت هناك توغلات إسرائيلية جديدة، ولكن كنا نسمع أصوات الاشتباكات، ورصدنا أيضا محاولات لإطلاق قذائف مضادة للطائرات في منطقة جنوب قطاع غزة باتجاه الطائرات المغيرة. وبالتالي بدت مدينة غزة ومناطق الجنوب ساحة حرب مشتعلة طوال ساعات الأمس. ربما أعنف هذه الغارات التي أسفرت عن وقوع ضحايا كبيرة ما حدث في منطقة الزوايدة وفي منطقة وسط قطاع غزة في منطقة المغازي، يشير المسؤولون في وزارة الصحة إلى نحو 66 ضحية جراء عدد من الاستهدافات التي طالت هذه المناطق، إضافة إلى ما جرى أيضا في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، حيث عدد من الاستهدافات التي طالت منازل في جنوب قطاع غزة في منطقة رفح، وأسفرت عن وقوع 4 على حد أقل أو على أقل تقدير في منطقة رفح جنوب قطاع غزة. ولكن من المهم أن نشير بأنه المناطق مدينة غزة الآن تتعرض إلى حصار وإلى تجويع وإلى قطع لكل الإمدادات، والمسؤولون في وزارة الصحة يتحدثون عن قرب كارثة صحية كبيرة تسببها منع الإمدادات إلى المشافي ونقص الوقود التي بات يهدد عمليا يعني مرافق وحدات الأكسجين والعناية المكثفة ومراكز الاستقبال والطوارئ في هذه المشافي التي يتعرض محيطها عمليا إلى قصف وغارات عنيفة، كما شاهدنا في منطقة مدينة غزة عدد من الاستهدافات التي ضربت منطقة الوسط. وعلى ما يبدو أن الجيش الإسرائيلي ماضي في رسم وقطع عدد من المناطق لفتح مسارات ربما لتوغلاته البرية المقبلة.